تبي على ماشيتك احنا ما يكشفنا اوكي. يلا 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 هاي كيفك حبيبتي شو الاخبار؟ شكلك كثير يه مين انت؟ سري سري كنت فكرتك رفيقتي. ما بتعرفيها؟ لا ما بعرفها. ما تاخذوني يا جماعه غلطت بتصير. طيب ولا همك بس انتبهي ثاني مره. امشي امشي. يه شكل كنت لبسها فيها مصاري وين؟ شو صار معي انا؟ شو صار؟ يا استاذ يا استاذ انت عم تفتش على الشنطه اللي كانت لبسها؟ ايه انت سرقتيها؟ لا ايه ليش بدي اسرقها انا؟ لكن شو عرفك انه انا عم فتش على الشنطه؟ رؤي شو في بنت صغيره وزلمه اخذوا الشنطه وهرب. ايه وانا مفروض صدقك؟ ايه هربوا. ايه هلا هربوا كيف انا بدي الحقهم واعرف منين؟ انا لحقتهم وحطيت لهم نظام جي بي اس، طلع على التليفون شوف هون بتلاقيهم. طيب اذا راحوا راكد معقول يكونوا وصلوا ب 36 دقيقه لهيدا المحل؟ متاكده هيدا المحل بيوصلني لعندهم؟ ايه مثل ما عم قلك روح وشوف. مساء الخير. تفضل. صراحة الاي سي المكيف تبعكم منزوع وانا بعتتني الشركه كرمال صالحه، في يفوت؟ لا ما فيك تفوت الباب مش بالبيت. انتبه اذا انا ما بفوت رح يضل الاي سي عندكم خربان، وانا اصلا الامن بعتوني، بدك عيط للامن لحتى اقول لهم؟ الامن بس انا ما في فوت حدا على البيت والباب مش بالبيت. ماشي انا نازل خبر الامن انه انت ما فتحتي لي. لحظه طيب فوت انا رح ضل لبابا لحتى يجي. ماشي. بابا اجا واحد بده يفوت يثبت الاي سي قال بعتوه من الامن وقعد يهددني بالامن، تعال على البيت بسرعه لانه شكله مش غريب. كيفك؟ شفتي شي جبت لك؟ بابا مش مهم مش مهم اطلع شوف الزلمه بعده فوق. بعده فوق؟ شو عم يعمل صار له ساعه فوق؟ شو يا استاذ؟ يلا يلا خلاص يا استاذ. شو خلاص؟ كل يوم انا بدي اصلح الاي سي، انت والامن كل يوم تبعتوا لي حبي يبعتوا لي حدا يصلح الاي سي، ما الشغل هيدا الشغل كمان. الاي سي عندك مضروب يا استاذ، واذا مش معجبك فيك تشتكي للامن. طيب طيب ماشي، هلا بشتكي للامن. يلا انا خلصت بس بدك تحاسبني بالاول. اوكي بحاسبك 200 ألف.